ام اسم الكريم همام كنا خن انا امستردام. هلو جايز فروم امستردام. اليوم بناخذكم في رحله أبلاطون في مدينه امستردام عاصمه هولندا. واتي شباب ليتس جو. توا في دام سكوير. دام سكوير هو في جالب أمستردام. دام سكوير هو الساحة الكبيرة تحت ميدان شوارع فيها قصر الملكة وفيها الشوارع تفرعوا من هنا لأمستردام كلها. احنا توا في دام سكوير بنقولوا دورة بنوريكم دام سكوير شنو هو، بنوريكم أمستردام شنو شنو. توا حاليا احنا كملنا جولتنا هنا، توا بنتلاقوا مع واحد صاحبنا اسمه محمد بن غيت. هي فوق من 6 سنين ما رفاش، طبعا هو عايش في امستردام وهيك بناخذوا منه شويه معلومات. خلي مع بعض نشوف ايش البرنامج محمد. خلي نشوف محمد هذا وين قاعد وشويه ثاني. الله يا راجل شباب. وهيك نكونوا تمينا الفلوج بتاعنا اليوم من هولندا من مدينة امستردام. ان شاء الله جابكم الجو، فيديو خفيف نظيف بنين، ما فيش هلبة رغوة لكن ماشي امورك، ما تبوا شيء ومنورين جدا جدا جدا. وان شاء الله نشوفكم في فلوج تاني وفيديو تاني. منورين شباب.